طالما اتسمت العادات الاجتماعية بالترابط العائلي في الدول العربية ومنها الأردن، إلا أن اختلاف المفاهيم الاجتماعية واقتحام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي أثرت وبشكل كبير، الأمر الذي أدى إلى بعض من التباعد بين أفراد الأسرة الواحدة. التكنولوجيا، مع التطور التكنولوجي يعني صار كل واحد بيلتهي في أموره، في أشياء الخاصة. الأهل مش كثير بيديروا بالهم على الأولاد وين بيروحوا وشو بيعملوا، فالأولاد بصير في عندهم بصير منطلق فكري خاص، بصير كل واحد بده يبني حياته الخاصة من وهو صغير، فممكن ببلش إنه مثلا بدي أدرس برا، بدي أطلع برا، فهي مثلا سبب. البعد عن الدين، الثقافة، البعد كمان بين الزوجين، قلة التفاهم، البيئة المحيطة، يعني عدة أسباب كثيرة تكون منها. التعليم يعني كمان من الأسباب المهمة. عقوق الأبناء هاي من الظواهر الكثير شائعة بهاي الأيام. اثنين، مساندة الأم لأولادها. ثلاثة، بيؤدي للتفكك الأسري كمان إهمال الأب لبيته. ومن أجل تحسين العلاقات ما بين أفراد الأسرة الأردنية، تقام الندوات المتخصصة لتقديم الدعم النفسي والإرشاد لتحسين العلاقات الأسرية، حيث أقيمت ندوة تلقي الضوء على العلاقات الأسرية والأسباب التي غيرت في جوهر التركيبة الأسرية العربية بشكل عام والأردنية بشكل خاص. أنا دائما بعزي أنه أسباب عدم وجود حوار ناجح ما بين الزوج والزوجة، عدم القدرة على الاستماع، عدم تبني آراء الطرف الآخر وتقمص فهمه لوجهة النظر واستيعابه لوجهة نظر الآخر يؤدي إلى تفكك ومشاكل، وبالتالي نقول ضياع الأبناء. كمان في مشكلة كتير بنعاني فيها في المجتمع الشرقي اللي هو غياب انتقاء العبارات الجميلة أثناء الحوار، يعني المرأة دائما بحاجة إلى شيء من الحنان، شيء من العبارات، شيء من استباق نقول الخبرة الجميلة في الحياة الزوجية قبل اختيار العبارات السلبية. يعني دائما عند البدء بأي حوار مع زوج، ليش أنا ما أتذكر الأشياء أو الجانب الحلو في حياتي معاه فأبادر فيه عشان أقدر أهدئ من روع الرجل أثناء وجود مشاكل بيننا أو حوار بيننا لدخل الأسرة. فإذا ما نظرنا إلى شكل الأسرة العربية فقد اختلف على مدى السنوات، لتتحول الأسر الكبيرة الممتدة إلى أسر صغيرة بعدد أفراد لا يتجاوز الخمسة، إلا في بعض القرى، الأمر الذي أثر وبشكل مباشر على شكل العلاقات التي باتت تتحكم فيها المتغيرات الاجتماعية. دام الكردي، قناة الغد، عمان.